السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتنا المدرسة للجميع. اليوم غادي نشوفو تمارين صفحة 179 من كتاب مفيد اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي. وحدة رقم 5، الأسبوع الرابع، أشرح أهمية الماء في حياتي. مجال الماء والحياة، الوضعية التواصلية. رقم 4، أسمع وأتواصل. كلف الأستاذ عادلا وأصدقاءه أن يشرحوا أهمية الماء في الحياة، فقالوا إذا واحد الأستاذ كلف التلاميذ باش يدويو على أهمية الماء. إذا كنلاحظو هنا في الصورة، إذا الصورة هي هاديك تما، كنلاحظو فيها مجموعة ديال التلاميذ، جوج تلاميذ مع جوج تلميذات، سبورة فيها واحد العنوان كبير أهمية الماء في الحياة، وهذه خريطة المغرب. إذا توحي الصورة أنهم في قسم، يعني مجموعة داخل القسم. كيبدأ الحوار؟ الماء هو الحياة، لا نبات ولا غذاء إذا انحبس المطر. إذا فقد الماء نفقت الحيوانات ويبست الأشجار وضاعت الغلال. نعم، بالماء نحيا به، نسقي الأرض ونروي الماشية ونطفئ عطشنا. إذا فقد الماء نفقت الحيوانات ويبست الأشجار وضاعت الغلال وجفت الأنهار وماتت الأسماك. ولا ننسى أن من المياه ما فيه شفاء ودواء، ومياه الشواطئ راحة وسباحة واستجمام. باختصار، الماء ضروري لحياة الإنسان والنبات والحيوان، لذلك قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، سورة الأنبياء الآية 30. صدق الله العظيم. إذا المطلب الأولاني هو أشخص وأحاكي، أشخص مع أصدقائي وصديقاتي ما قاله عادل وأصدقاؤه. أقترح موضوعا آخر على أصدقائي وصديقاتي ونبين أهميته. إذا عندنا حوار، غادي نشخصوه مع الأصدقاء والصديقات ديالنا. من بعد غادي نقترحو شي موضوع آخر وندويو عليه، مثلا ندويو على أهمية المحافظة على البيئة، أننا منلوحوش النفايات في البيئة، أننا منلوثوش البيئة، أننا منلوحوش الأسبان، وندويو في هذا الموضوع هذا. إذا ندوزو للشق الثاني. أقرأ مع أصدقائي، كلمات بصرية. أقرأ مع أصدقائي، كلمات بصرية. تقاطري يمين يسار بين خيمة. تقاطري يمين يسار بين الغيمة. قراءة مشتركة. إذا غادي نقرأ قراءة مشتركة. الماء العذب، أنا الماء العذب، أصل إلى صنبورك بعد تصفيتي وتعقيمي. أنا الماء العذب، أصل إلى صنبورك بعد تصفيتي وتعقيمي. رحلتي طويلة في الأنابيب من محطة المعالجة إلى بيتك. رحلتي طويلة في الأنابيب من محطة المعالجة إلى بيتك. كلفتي عالية وكمياتي محدودة. أرجوك استعملني ولا تبذرني. يعني الماء كيخاطبنا، كيقول لك انا راه كنجي عندك في الانابيب والتعقيم وداكشي، والكميه ديالي راه محدوده، ما تضيعنيش في شي حاجه ماشي ضروريه. اذا ماذا نلاحظ في الصوره؟ نلاحظ في الصوره طفلا يقوم بفتح الصنبور وترك المياه تنسكب على الارض وهو يضحك ويمرح. اذا هاد الدري هذا كاس كيلعب بالماء، الماء الناس كتحافظ عليه، هو كاس كيلعب به. إذا هذا سلوك غير لائق، خصناش نديرو بحال هذا السلوك هذا، خصنا نحافظو على المياه لأن الماء هو أساس الحياة. نعاودو القراءة.
الماء هو الحياة، يعني الماء هو الحياة، لا نبات ولا غذاء إذا انحبس المطر. نعم، بالماء نحيا، به نسقي الأرض ونروي الماشية ونطفئ عطشنا. إذا فقد الماء نفقت الحيوانات ويبست الأشجار وضاعت الغلال وجفت الأنهار وماتت الأسماك. ولا ننسى أن من المياه ما فيه شفاء ودواء، ومياه الشواطئ راحة وسباحة واستجمام. باختصار، الماء ضروري لحياة الإنسان والنبات والحيوان. لذلك قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. أنا الماء العذب، أصل إلى صنبورك بعد تصفيتي وتعقيمي. رحلتي طويلة في الأنابيب من محطة المعالجة إلى بيتك. كلفتي عالية وكمياتي محدودة. أرجوك استعملني، لا تبدرني. إذا كنا مع الصفحة 173 من كتاب المفيد في اللغة العربية. إذا نحن على نهاية الدرس، نودعكم ونضرب لكم موعد جديد على قناتنا المدرسة للجميع. إلى اللقاء.